عليكم ربي كل شيء، معكم صوفيان. واخيرا تم الاعلان عن نينتندو اناكس اللي اصبح الان رسميا اسمه نينتندو سويتش. وبعد مشاهده للترايل وبحث في كثير من المواقع وانتظار اي معلومه تخرج، فهذا صراحه الجهاز يبدو انه جهاز مقبول ورائع. ولهذه المناسبه اردت ان اقوم بهذا الفيديو اللي هو عباره عن اشياء يجب ان تعرفها عن نينتندو سويتش، عن نينتندو سويتش. فهيا نبدا. فاولا فلنتكلم عن الجهاز ككل. الجهاز فاولا اسمه سويتش، معناه التغيير بالانجليزيه. صراحه اضاف شيء للعالم الجيمنج لو هذا الجهاز نجح ككونسول ولا كاي شيء يريدون الترويج عليه. فعاده لو عندك اكس بوكس 1 وبلاي ستيشن 4 فانت تلعب في المنزل لانهم اجهزه ترفيه منزلي. تخرج الى الخارج فيوجد اجهزه ترفيه المحموله واللي هي بي اس فيتا، 3DS، الهواتف النقالة، التابلت، وغير أي شيء تستطيع أنك تستخدمه خارج المنزل. نينتندو مع هذا الجهاز نينتندو سويتش أرادت أنها تغير القاعدة العامة لكونسول في المنزل وكونسول في الخارج، فأرادت أنها تعمل كونسول واحد للاستعمال الداخلي والخارجي. وهنا أنه فكرة نينتندو سويتش تبدأ تبرز، لأنه لو رأيت فإنه يوجد منصة اللي اسمها دوك توصلها للشاشة وتلعب فيها أي ألعاب اللي نينتندو راح تطلقها وتستمتع بها كأي كونسول عادي. إن أردت أنك تذهب إلى العمل، المدرسة، أي مكان آخر خارج المنزل وأريد أن تتنقل، فمباشرة بواسطة اليد التحكم التي تلعب بها فمباشرة راح تنحي أشياء اسمها هي أيادي التحكم لكن اسموها جويكون، أشياء صغيرة. مباشرة تذهب إلى المنصة اللي شبكتها في التلفاز وتلصقها على الجوانب وترفعها وراح تخرج الشاشة اللي هي قلب الجهاز واللي الآن واللي فكرة رائعة في الجهاز، وراح ينتج عنك شكل نوعا ما تابلت بأزرار على الجوانب واللي صراحة يبدو مثل يد التحكم الخاصة بالويو القديمة. هذا الجهاز اللي سحبته واللي هو القلب كما قلت لكم تستطيع انك تاخذه في أي مكان وتلعب به، حتى انه الأيادي اللي لصقتها واللي هي جويكون تستطيع انك تنزعها تضع الشاشة في الأرض وتلعب أنت وصديق. لأنه يعني شيء مش مستحيل أن حتى لو أني نشرح لكم الآن لن تفهموا، يجب أنك تشاهد الفيديو اللي راح نحط لك الرابط تاعه في الأسفل، لأنه نينتندو ما تسمح نينتندو لن تسمح لنا بوضع ترايل في قناة اليوتيوب نينتندو الوحيدة اللي تعرف تخدم باليوتيوب. المهم، وأيضا على ما يبدو بأن هذا الأيدي تحكم اللي تستطيع أنك تلصقها في الشاشة ولا في تلعب بها، فانه يوجد كثير منها سينتج منها عديد من الانواع الخاصه بكل لعبه، كل اي يد تحكم تناسب العاب. واريد ان انوه فقط فكره انك تحول جهاز ترفيه منزلي الى جهاز محمول فكره رائعه. وفي الفتره القادمه انتظر من سوني ومايكروسوفت انهم يسرقوا الفكره، انهم ياخذوا الفكره مثل ما حدث مع الكينكت، مثل ما حدث مع الويو الذي انتج الكينكت والبلاي ستيشن موف. فكما قلت انتظر فقط وسنرى ان كانت ستخلدانها ام لا. الان ننتقل الى شيء لكلنا مهتمين به، هل استطيع اني العب العاب في هذا الجهاز؟ هل هو يعني يقدر ينافس بلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1؟ انه مستحيل ينافس البي سي، هذا الشيء واضح. لكن ماذا عن اجهزه ضعيفه؟ فماذا عن الاجهزه المنزليه ذات مستوى ضعيف؟ لانه سكوربيو، بلاي ستيشن برو، اجهزه اصبحت قويه. فالمهم ارجو انكم فهمتوا وجهه النظر اللي اريد ان اوصلها. فدائما ما هي مشكله مع نينتندو وهي مطورين الكبار تريبل اي، شركات ثيرد بارتي اللي تعطينا العاب رائعه مثلا جراند ثيفت اوتو 5، ذا ويتشر، جيرز اوف وور، هذه العاب ناس يريدون لعبها وعاده ما نينتندو تكون دائما غائبه عن منصاتها، دائما اللعبه لا تكون هنا. حصرياتها رائعه جميله، زيلدا، سبلاتون، وماريو، لكن هل انك مستعد انك تدفع مقابل انك تلعب هذه الالعاب؟ لانه عاده اصبح نينتندو اصبحت، اسال اي جيمر يعرف هذه الاجهزه فيقول لك نينتندو هي جهاز خاص بالاولاد والعائله ككل، اما الكونسول الاخرين فهو مختص بالهارد كور جيمر اللي اريد اني اصوب تصويب وقتل وجرافيك والفريمات وكل شيء. اما نينتندو فهي عباره عن استمتع وانسى كل شيء، لا تاخذ بالك باي شيء. فعلى ما يبدو ان الجهاز لا نعرف مواصفاته، لكن سيكون مزود بتقنية انفيديا تيجرا اللي موجودة في انفيديا شيلد، كسرعة اللي ما لم تستطيع حتى انها التي قربت اداء الاجهزة الجيل الماضي البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360. اذا هي ليست قوية بكثرة، لكن شاهدنا سكايرم يا جماعة، سكايرم موجودة في هذا المحمول في هذا الجهاز، رغم انه سكايرم لعبة قديمة، سكايرم محمول هذا الشيء خرافي. اذا الجهاز لن يكون قوي جدا، لكن هذه اجهزة نينتندو دائما ما تكون ضعيفة لكن تعطينا تجربة رائعة لا بأس بها. ايضا لما يبدو انه يوجد عودة لنظام الكارجز اللي تضع
في مكان قرص ستضع كرت صغير تافه. رأينا في الفيلم إننا في العام 2017 ولا زلنا نرى الكارتجز قديمة، تقنية قديمة جدا. لا أعرف، يوجد منافذ للسماعات، يوجد أشياء كثيرة في هذا الجهاز، رغم أنه ترايل حال، لكن في ترايل لم نرى ولو لمرة لمس للشاشة. هل الشاشة قابلة للمس أو لا؟ لا نعلم. هذا الشيء يجب أنك تعرفه، أنه لو كانت تعمل باللمس راح يكون شيء ميزة ممتازة، لم تكن لا فربما لن تكون ميزة ممتازة. المهم، أرجو أنكم تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو. فنينتندو سويتش هذا جهاز غريب نوعا ما، لأنه أحاول أني أشرح لكم ماذا أعرف عن هذا الجهاز، لكن لا أعرف إن كانت هل وصلت المعلومة أو لا، لأنه بصراحة صعب شرح هذا الجهاز. المهم، هل هو كونسول، هو جهاز محمول، هل هو شيء؟ لا نعرف، سنعرف في مارس 2017 أين سيتم إطلاق، إضافة إلى بعد فترة أعتقد من راح يظهر السعر. فيبدو أني أريده، يعني شيء ممتاز، تقنيته رائعة، أريد هذا الجهاز، نعم أريده. فنعم، نينتندو سويتش، هذه الأشياء اللي تعرف عن هذا الجهاز. إن عرفت أشياء أخرى سأدرجها ضمن نشرة ألعاب، وكالعادة كان معكم صوفيان، نشوفكم فيديو جاي إن شاء الله، سلام.